صبحكم الله بكل خير مشاهدينا ومستمعينا الكرام وين ما كنتم، حياكم الله معانا في حلقة جديدة من برنامج الصباح رباح. حلقتنا اليوم إن شاء الله بنتعرف على الاجتماع التشاوري الذي ينعقد بين مركز الإنماء الاجتماعي نما وأيضا منظمة الإسكوا. أيضا راح نتناول موضوع الأطفال وهوس الشهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هذا بالإضافة إلى عدد من الفقرات المتنوعة. خلونا نشوف العناوين. جامعة قطر تنظم ندوة حول الإعلام الرقمي، الشباب والهوية الوطنية في دولة قطر. وزارة البلدية تنظم كرنفال صحتي في وجبتي لتوعية الطلاب بسلامة الأغذية. أيضا من ضمن فقراتنا اليوم نشاهد حول العالم، من أخبار حول العالم. فنزويلي يطور مركبات شمسية لمواجهة شح المحروقات في بلده. والببغاوات في سباق مع الأستراليين حول صناديق القمامة. إذا من عناوين الحلقة، خلونا نتعرف على سؤالنا التفاعلي لليوم: كيف تستطيعون تجنب الإعلانات المتواجدة في الإنترنت؟ بنستعرض إن شاء الله مشاركاتكم الموجودة معنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، القناة الريان أيضا من خلالها تقدرون تتواصلون لأي اقتراح من خلال إيميل برنامج أو حتى عبر هاشتاغ برنامج الصباح رباح. والحين خلونا نتعرف على النشرة الجوية والدرجات الحرارة المتوقعة لليوم. والمزيد عن حالة الطقس تنضم إلينا عبر الهاتف سارة النعيمي من إدارة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا سارة. صباح النور يا هلا ومرحبا. لو تكلمينا عن حالة الطقس اليوم بشكل عام. أكيد، بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية حسب آخر تحديثات الحالة الجوية لليوم، ولله الحمد لا يوجد أي تحذير على الساحل وداخل البحر. نعم، الطقس بشكل عام حار نهارا ورطب، أما بالنسبة للرياح بتكون أغلبها لليوم جنوبية شرقية شمالية شرقية، تتراوح ما بين 5 إلى 15 عقدة، مع هبات تصل 19 عقدة. أما عن درجات الحرارة، سجلت الصغرى على مدينة الدوحة لليوم 30 درجة، ومتوقعينها تسجل العظمى 40 درجة مئوية. نعم. ننتقل إلى حالة البحر، حيث يتراوح ارتفاع الموج ما بين 1 إلى 3 قدم على الساحل وفي عرض البحر، وتكون الأجواء بإذن الله مناسبة للأنشطة البحرية. هذا والعلم عند الله، نتمنى لكم صباح جميل وبداية موفقة، مع تحيات إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني. ولكم أيضا سارة النعيمي، شكرا لك من إدارة الأرصاد الجوية.
ننتقل مباشرة الآن إلى الاجتماع التشاوري الذي ينعقد بين مركز الإنماء الاجتماعي نماء ومنظمة الإسكوا مع الزميلة حنان بلان. صباح الخير يا حنان. صبحت الله بالخير زميلتي حنان، ويا هلا ومرحبا فيكم مشاهدين ومستمعين قناة الريان، حياكم الله في برنامجكم الصباح رباح. مثل ما قالت لكم زميلتي، اليوم أنا متواجدة وياكم في فندق بارك حياة مشيرب لتغطية الاجتماع التشاوري اللي ينعقد بين مركز التنمية الاجتماعية نماء ومنظمة الإسكوا لإنشاء حاضنة اجتماعية في دولة قطر. طبعا لتفاصيل أكثر راح تعطيني إياها ضيفتي الأستاذة منار الجابري، مدير إدارة الخدمات المجتمعية في مركز نماء. يعطيك ألف عافية أستاذة منار. في البداية لو تعطيني فكرة عامة عن هذا الاجتماع التشاوري وأيضا الهدف منه. أهلا وسهلا. في البداية أحب أرحب بقناة الريان السباقة دائما في نقل كل البرامج اللي يقدمها مركز نماء. بالنسبة لاجتماعنا اليوم، هو عبارة عن محطة ضمن خطة الطريق لإنشاء أول حاضنة اجتماعية للرواد المجتمعيين. راح تكون الجلسة اليوم مقسمة على أربع جلسات نقاشية، راح يتناول منها استعراض خطة العمل في الحاضنة، بالإضافة إلى التركيز على نقاط القوة والتحديات والفرص اللي موجودة لدعم الرواد المجتمعيين، وتفعيل دور الشراكات وأصحاب المصلحة ضمن هذه البيئة. طيب أستاذة منار، إيش قد مهمة أو إيش قد مهم هذا الاجتماع التشاوري؟ مثل ما ذكرنا التعاون بين الإسكوا وأيضا نماء. بالتأكيد راح يرتقي بالعمل الاجتماعي التنموي، خاصة أن التعاون مع منظمة دولية راح يضيف للعمل الاجتماعي ويخلينا في المسار الصحيح. فهو من خلال نتائج البحوث والنتائج التوصيات اللي طلعوا فيها الإسكوا بنينا طريق واضح لإنشاء هذه الحاضنة. طيب لو نتكلم عن البرامج اللي راح تصير اليوم في الاجتماع التشاوري أستاذ منار. أوكي، يمكن أدخلش بشكل مفصل بخصوص الحاضنة الاجتماعية. الحاضنة الاجتماعية جاءت نتيجة احتياج أساسي. لا يخفيك أن مركز الإنماء الاجتماعي خلال الست سنوات السابقة كان يعمل على إعداد الرواد المجتمعيين. من خلال الإعداد وصقل المهارات جاءت الحاجة إلى وجود حاضنة أو بيئة داعمة لها الشباب لإقامة مشاريعهم أو من أصحاب الشغف في الريادة الاجتماعية. فجاء التعاون مع الإسكوا على أساس أن يكون الستاندر أو المعايير اللي راح نشتغل عليها تكون ضمن التعاون الدولي اللي هو يهدف إلى تحقيق الأهداف التنموية 2030. طيب لو نتكلم أو نتعرف عن الحاضنة مثل ما ذكرتي وأيضا الهدف منها أستاذ منار. الهدف فيها من الحاضنة هو توفير الإعداد اللوجستي والتقني، التوجيه، الإرشاد، وربط الشركاء مع الرواد الاجتماعيين، تبادل الخبرات بينهم. هاي إضافة للعمل الاجتماعي بشكل عام. ألف عافية. كيفيت ووفيتي أستاذة منار الجابري، مدير إدارة الخدمات المجتمعية في مركز نماء. مشاهدينا كلي كان عندي من فندق بارك حياة الموجود في مشير. بنرجع لكم استديو بالصباح رباح. شكرا لك زميلتنا حنان بلان، والشكر موصول أكيد لضيفتك الكريمة، وكل التوفيق والنجاح لمثل هذه المبادرة التي تهدف إلى تشجيع الشباب وأيضا إبراز مواهبهم في مجال التنمية الاجتماعية. مشاهدينا مستمعينا الكرام، نروح إلى أهم العناوين الصادرة صباح اليوم في صحفنا المحلية مع زميلتنا فوزية عامر. نبدأ الجولة بصحيفة الوطن. حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يشهد حفل استقبال سفينة الزبارة وزورق مشيرب التابعين للقوات البحرية الأميرية القطرية، وذلك في قاعة أم الحول البحرية. حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يتسلم أوراق اعتماد 5 سفراء جدد لكل من الكويت والأرجنتين والسويد وكينيا وغانا. افتتاح المنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حول دور مؤسسات إنفاذ القانون في حماية حقوق الإنسان أثناء بطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022 بالشراكة مع وزارة الداخلية.
انطلاق جولة تحكيم جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة 2022 في موسمها السادس تحت شعار الإلهام يتكلم خليجي، وذلك ضمن جولتها الخليجية لاختيار المشاركين في منافساتها. ننتقل إلى صحيفة لوسيل. جامعة قطر تنظم ندوة الإعلام الرقمي الشباب والهوية الوطنية بهدف دراسة استخدامات الشباب القطري لشبكات التواصل الاجتماعي ودورها في صناعة الأفكار. بلدية الضعاين تنظم مهرجان صحتي في وجبتي، وذلك في إطار اهتمام البلدية بالحفاظ على صحة التلاميذ وسلامتهم ونشر الوعي الغذائي لدى طلبة المدارس. بورصة قطر تواصل المكاسب وتربح 5,900,000,000 ريال، مسجلة الارتفاع الثاني على التوالي. منتخبنا الوطني يستهل مشواره في تصفية كأس آسيا تحت 20 عاما بالفوز على منتخب نيبال ب3 أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما في البحرين. إلى صحيفة الراية. وزارة العدل تكمل إجراءات نقل موقعها الإلكتروني الرسمي إلى سحابة مايكروسوفت ضمن خطتها للتحول الرقمي بهدف تعظيم عائد المعرفة ونشر الثقافة القانونية. وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تعلن انطلاق الدورة 16 لجائزة التميز العلمي تحت شعار بالتميز نبني الأجيال. مدير الالتزام والتدقيق باللجنة العليا للمشاريع والإرث محمد الهجري، رعاية العمال وضمان حقوقهم على رأس أولوياتنا. الدكتورة خلود المطاوعة رئيسة قسم الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة، خطة لخفض معدلات الوفيات بسبب السرطان بمعدل 25% بحلول عام 2025. إلى صحيفة الشرق. التوقيع على اتفاقية بشأن إلغاء التأشيرة بين قطر وبنغلاديش لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والخاصة. المهندس محمد حسن النعيمي مدير بلدية الوكرة يؤكد إنجاز 80% من مشروع صيانة واجهات المباني في الوكرة، وذلك في إطار استعدادات الدولة للمونديال. مجلس الإعلام بجامعة نورث ويسترن قطر ينظم معرض الساحرة المستديرة لتسليط الضوء على علاقة كرة القدم ووسائل الإعلام. ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي يعلن إجراء مقابلات عمل للمواطنين الباحثين عن عمل المسجلين والمترشحين عبر المنصة الوطنية للتوظيف كوادر، وذلك بمقر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. نختم الجولة بصحيفة العرب. سعادة السيدة لولوا بنت راشد الخاطر مساعد وزير الخارجية تؤكد أن حماية التعليم من الهجوم لن تتحقق إلا بالحد من الصراعات المسلحة، مضيفة أن الدولة تدعم إعلان المدارس الآمنة. كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة تنظم محاضرة لتسليط الضوء على أدوار ومهام مؤسسات التعليم العالي في العمليات الدبلوماسية. مؤسسة رعاية الصحية الأولية 89% من طلبة المدارس مصابون بتسوس الأسنان، وعلى أولياء الأمور أن يكون لهم دور واضح في توجيه أبنائهم نحو تنظيف أسنانهم والاعتناء بها. إزالة أكثر من 70 طنا من المخلفات المنزلية والصلبة وأكثر من 10,000 إطار تالف حصيلة عمل إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية في شهر أغسطس. ومن الأخبار المحلية إلى أخبار العالم وبالتحديد إلى فنزويلا، تمكن المخرج أوغوستو برادلي إلى ابتكار مركبة تعمل بالطاقة الشمسية وذلك لمواجهة شح المحروقات في بلده. ابتكر المخرج أوغوستو برادلي سيارة يدوية الصنع تعمل بالطاقة الشمسية يواجه بها أزمة شح الوقود وانقطاع التيار الكهربائي في بلده فنزويلا المنتج للنفط والذي يعاني أزمة اقتصادية حادة. فكرنا في صنع سيارة يمكن للناس أن يتجولوا فيها،
لكن المشكلة كانت في الوقود. لذا وبغياب الوقود لجأنا إلى محرك كهربائي من عربة جولف، وقمنا بتكييفه وتطويره وأعطيناه دفعا أفضل، وحصلنا على مركبة يمكنها عبور 100 كيلومتر بشحنة عادية. وهكذا أثمرت جهود برادلي مركبة هجينة قادرة على الانتقال من الوقود إلى الكهرباء ومن الطاقة الكهربائية إلى الشمسية. لم نصنعها عن طريق الصدفة، بل الحاجة هي أم الاختراع، وقمنا بذلك كي لا نخسر فريقا من العمال، الأشخاص الذين عملت معهم لأكثر من 20 أو 30 عاما. وقلت لنفسي لن يتوقف العمل بسبب الوباء، على الشركة أن تستمر، وكانت هي تلك الضرورة القصوى. ويرغب برادلي في إنتاج هذه المركبة على نطاق صناعي في هذا البلد النفطي الذي يعاني باستمرار مشكلات شح في الوقود رغم سعره المتدني محليا، وسط صعوبة توفير مستلزمات البلاد النفطية بسبب الأزمة. شكل ذلك نجاحا كبيرا، وبات في إمكاننا أن نخرج ونهزأ من طوابير الانتظار مع شح الوقود في أوقات الأزمة، وكان الجميع يريدون شراء إحدى مركباتنا. ويراوح سعر هذه السيارات بين $5,000 و$7,500، وهو متوسط سعر المركبات المستعملة في البلاد. ويلفت برادلي إلى أن توفير الطاقة ومصاريف الصيانة يجعل من اقتناء مثل هذه السيارة استثمارا مربحا. ومن فنزويلا إلى مدينة ستانويل في استراليا، وفي سباق تسلح ابتكاري مع البشر يتنافس ببغاء الكوكاتو في المطاعم على ما تبقى من أطعمة، وأيضا على صناديق القمامة بالطرقات. ويحتل الببغاء مساحات واسعة من الغابات ويتحرك في مساحات كبيرة ليتمكن من العثور على الغذاء الخاص به. الجدير بالذكر أن ببغاء كوكاتو ينتمي إلى أسرة الببغاوات كبيرة الحجم، ويوجد منه حوالي 18 نوعا، منهم 11 نوع أو 11 نوعا يعيش بصفة أساسية في قارة أستراليا، في حين أن هناك 7 أنواع فقط تعيش في جزر الفلبين وإندونيسيا وغينيا الجديدة وجزر سليمان. وإلى الولايات المتحدة الأمريكية، وفي ولاية تكساس حياة جديدة تكتب لصدف المحار على سواحلها. خلونا نتابع التقرير. في مطعم لثمار البحر في هيوستن في ولاية تكساس الأمريكية، تتلذذ زبونات بطبق محار محلي الصنع من دون أن يخطر على بالهن أن حياة جديدة تكتب لصدف هذه الرخويات. وبعيدا من الأنظار تجمع شانون بات المتعاونة مع جمعية جالفستون باي فاونديشن سلالا من النفايات مليئة بصدف المحار، وهي تجوب المطاعم المتعاقدة مع جمعيتها لجمع هذا النوع من المخلفات. بمجرد أن أجمع أصداف المحار من المطاعم المتعاونة معنا أخذها إلى موقع المعالجة، نطلق عليه هذا الاسم لأننا نعزل فيه الأصداف لستة أشهر على الأقل، أخرجها من السلال وألقيها على الأرض حتى تطهرها الشمس من الملوثات وبقايا الجبن والدهون أو أي بقايا قد تكون عالقة على الأصداف. بعد 6 أشهر تعود هذه الأصداف إلى خليج جالفستون ليصنع منها حاجز مائي. ويشكل خليج جالفستون نظاما بيئيا غنيا بثمار البحر بفضل نوعية مياهه، غير أن إعصار آيكا الذي ضرب الولايات المتحدة في أيلول سبتمبر 2008 قضى على أكثر من نصف مساحة موطن هذه الرخويات. وبغية إعادة تشكيل هذه البيئة الطبيعية، ترمى الأصداف على صخور في قاع المياه لتشكل ملجأ مواتيا لنمو الكائنات، مساعدا في الحفاظ على التنوع البيئي. ولتنمية أعداد المحار منافع أخرى،
فكل حيوان من هذا النوع يصفي بشكل طبيعي كمية من المياه قد تصل إلى 190 لترا في اليوم. مشاهدينا مستمعينا الكرام، مكملين معاكم برنامج الصباح رباح، لكن من بعد الفاصل. كانت نيويورك عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية من عام 1785 حتى 1790 قبل اختيار واشنطن بديلة لها. حياكم الله معانا مشاهدينا ومستمعينا الكرام. موضوعنا الأول، يظن بعض الأطفال أن الشهرة هي سبيل تحقيق العديد من الرغبات في تكوين صداقات كثيرة أو أحيانا حتى جني المزيد من الألعاب والإعلانات وأيضا المردود المالي لهم، مما يحقق العديد من أحلامهم وبالتالي يعيق الوالدين في الحد والتمكن من تربيتهم وفق مبدأ المكافآت. الأسوأ من ذلك قد يحدث عندما يهمل الطفل تحصيله الدراسي. المزيد حول ذلك يسرنا أن نستضيف السيدة سعيدة المهندي، مدرب تنمية بشري. صباح الخير سعيدة. أهلين، صباح النور أختي حنان. موضوع رقابة الوالدين بالنسبة لما يشاهده الأطفال تحديدا، شلون ممكن ننظم هالموضوع؟ هو الموضوع صراحة أول شيء أشكرك على طرح الموضوع في هالزمن بهالوقت بالذات، لأن الموضوع صار بالنسبة حق الأهالي out of control أو خارج السيطرة حاليا. يعني أسمع وايد من الناس يقولون والله أنا عيالي مسكين الآيباد، أنا عيالي ما أقدر أتحكم فيهم، عيالي قام يقلدون الشخص الثاني. أرجع أقول لك إن في النهاية وصلنا إلى مرحلة مثل ما يقولون إدمان إلكتروني للأطفال عندنا باختلاف سن الأعمار، من بعضهم من أقل من سنة بعضهم يعني تلقينهم في مراحل كبار عندهم صار الكبار يعني فعلا. ففي النهاية الموضوع يرجع حق الناس أو الأشخاص نفسهم أو الأهل نفسهم. ففي البداية نقول أن لما الطفل يتجه إلى مرحلة إدمان أو اللي هو الإدمان الإلكتروني يرجع الموضوع في البداية من الأهالي نفسهم، من اللي بيربي ثاني، الأم ولا الياهل، فأكيد الأم أو الأب وهم اللي سمحوا له الفرصة وأعطوه الفرصة أنه هو يوصل لهالمرحلة. فهاي المشكلة صارت يعني مثل ما قلت خارج السيطرة حاليا ويبي لها يعني حل قطعي أو جذري حق كل الشغلين. في حل؟ يلا حل جدا بسيط أو بسيط صراحة. هو بياخذ وقت بس في تدريجي يعني. أولا من أهم المشاكل اللي توصل الطفل إلى مرحلة اللي هو يكون عنده إدمان إلكتروني أو تغليد أو غير ذلك من اللي قاعد يصير الحين، إنه هو ما في قانون أصلا في البيت. القوانين لو أنا حطيت حق الطفل قانون أن مثلا لك مثلا في اليوم ساعة أو ساعتين تقدر تستفيد فيهم من الإنترنت أو تقدر تشوف فيهم شيء معين، ويكون هالقانون صارم يعني ساعة ساعة، مو مثلا أقول ساعة بعدين أقول أكسر خاطر أقول لا معليش أقعد، لا يكون عندي قانون صارم أقدر أتبعه. أو أني أربط مثلا جهاز الإلكتروني اللي معاه مثلا مكافأة أو أحسس أن هالشيء عندك تميز عن بقية الناس أو بقية الإخوانك. مثلا على سبيل المثال مثلا أنت لك مثلا ساعة زيادة تقعد فيها، أو مثلا إذا نجحت مثلا في الصف الفلاني راح أجيب لك شيء فلاني. غير ذلك أنه مثلا يكون عندنا قيم في البيت نفسه، أنا أقول حق مثلا طفلي مثلا أنا عندك هالجهاز يكفيك، ما مو بلازم أنا مثلا أجيب لك واحد واثنين ثلاثة. اللي عند الناس مو عندي في البيت، اللي في المدرسة مو بلازم يكون عندي في البيت. إحنا مثلا نظامنا عندنا جهاز واحد، تبي تتابع اليوتيوب مثلا تتابع في شاشه التلفزيون يعني قصدك في مكان مفتوح مثلا. ايوه، ويكون دائما نكون على وعي باللي قاعد يشاهدونه. حتى مثلا لو ربطنا كلنا ربطنا مثلا تلفوناتنا كلها على ايميل واحد او اي كلاود واحد، بعد ترى ما راح يكفي، بس على الاقل نقدر نعرف الطفل هو وين توجهه. والاهم من ذلك انه مثلا نعرف السن الاساسي اللي احنا نقدر نسمح فيه حق الطفل انه هو يتابع الاجهزه الالكترونيه، اللي هو مثلا يعني دراسات تقول ان مثلا طفل لين عمر سنتين من من
من يعني من سنتين واقل انه هو المفروض ابدا ما يتعرض لجهازات اجهزه الكترونيه. لان مخه بيكون في هالفتره عباره عن مثل ما يقولون كاميرا تلقط كل شيء، بس هي تلقط مو بالاجهزه الالكترونيه، هي تلقط من خلال البشر. فالافضل ان احنا نخليه يقعد مع الناس اللي حواليه، يتواصل معاهم، يتعلم منهم، ياخذ منهم المفيد، لانه هو راح يكون معلومات قيمه في هالوقت اللي هو عمره سنتين، يستفيد من المعرفه من خلال التجربه، من خلال الحديث، من خلال انه قاعد يتابع المباشر، مو من خلال الاجهزه الالكترونيه. الاجهزه الالكترونيه راح تضعف عنده القدره هذه انه هو يتواصل مع الاخرين بعدين. او من سن سنتين الى 6 سنين لازم يكون عنده على الاقل من 20 الى 15 دقيقه في اليوم يقدر يطالع فيهم الاجهزه الالكترونيه. مثلا نختار له مسلسل او مسلسل كرتون او اي شيء ونعطيها ربع ساعه بالضبط، ويكون عندنا خيارات بديله. انه مثلا لو الطفل مثلا يحب الحديقه نخليه يطلع الحديقه، يخليه يروح مع الناس اللي حواليه، نوسع مداركه المعرفيه بان احنا نخليه يجرب اشياء، يرسم، يلون، يشخبط، نخليه يعني نخليه المساحه انه هو يقدر يبدع فيها، نشغله بعيدا عن 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 الاجهزه الالكترونيه. ومن بعد 6 سنين وفوق لازم يكون عنده علاقه من ساعه، اذا كلش ماكسيموم يكون ساعتين، يعني بعد 6 ساعات في الاسبوع يقدر يستخدمها في الانترنت. يعني انا عندي مثال على واحده من الصديقات اللي حوالي، ان مثلا هالساعه تقول حق عيالها انا مثلا روحوا النت مثلا ابحثوا لي عن قصص عن رسول الله الرسول عليه الصلاه والسلام، او ابحثوا لي مثلا قصه عن واحد مثلا معروف. يعني تربط مثلا شغفهم بالانترنت بشيء يكون مثلا هي راح ترجع لهم فيه. مثلا انا راح اسالكم بعدين، بنقعد مع بعض بنتكلم عن الشيء الفلاني اللي انتم تابعته في الانترنت، ويا ويلكم مثلا الماما برد علي بالشيء الفلاني اللي انا سالته عنه او اللي هو شيء قال يحبه. فهالشيء وايد حلو انه يكون قوي العلاقه بين الام نفسها والاسره نفسها وبين بعض، ان اللي يربطون مثلا قعدتهم بالنت يكون عندهم وقت يجتمعون ويسولفون فيه، انه ما يكون غايب عن اي حد مثلا اي شيء خلال وجودهم بعيد يعني في هالساعه اللي موجوده. صديقة كلامك جدا مهم وحلو في نفس الوقت، بس خلينا نشوف مثلا لو نلقي نظرة على الأسر اليوم عندنا، تلاقين حتى مثلا الأطفال في المرحلة الابتدائية اليوم عندهم الجوال، بعيدا عن الآيباد أو غيره لازم يكون عنده جوال. فأنت أساسا عشان تسوي له كنترول على موضوع الجوال، هي أحس يعني إذا بقول له ساعة ما أعرف، يعني أنا أكلمك يعني كأم حتى والله شنو الطريقة المناسبة، يعني مثلا لأنه هو يقدر يستخدم، لأنه يبي يشوف المسلسل ويبي يشوف اليوتيوبر اللي يتابعه ويبي يدخل تيك توك، صح ولا لا؟ صح. يبي يدش السناب، وبعدين هذه اللي يمكن يخلي الشخص يكون عنده موضوع هوس الشهرة أو حتى يخليه يفكر في أمور مختلفة. شلون نقدر نسوي كنترول على هاي كلها؟ وايد صعب الموضوع. مو صعب، أنا قلت لك هو يحتاج صبر هاي أولاً، بعدين أنا قلت لك ما راح يجي في يوم من الليلة، هو يحتاج تدريج، لأن خاص الموضوع انتشر وصار خارج السيطرة. فهو يحتاج إلى مرحلة تدريجية أصلاً. يعني المرحلة الأولى نقدر نقول إحنا نقدر نختصر الأجهزة الإلكترونية كلها بجهاز واحد. نخلي جهاز واحد بينهم كلهم يتشاركون فيه، بالذات إن أنت قلتي هم أطفال في المدرسة في النهاية. فهالجهاز والله بينك وبين أخوك وبين عشان يكون بيني وبينكم تواصل، أربط هالجهاز إنه والله مثلاً أنا دبيك أنا بيك أنت ترد علي، إذا ما ردت أخوك يرد علي، فيكون الجهاز بينهم هم كلهم مع بعض. صدقيني راح يتمللون. يعني موضوع وضع القوانين مهم جدا والحوار حول هذه القوانين ايضا. من غير قانون ما راح يصلح اي شيء في الحياه، فانت كأم يعني ما تخلين الاهل هو اللي يكون شخصيته اقوى، انت تكون شخصيتك اقوى عليه، فانت لازم تحطين له قانون صارم ما تتنازلين عنه ابدا، حتى لو يكسر خاطرك، انا عارف انه بيكسر خاطرك، بس انت لازم تحافظين على هالكنز الثمين اللي عندك البيت بقانونك اللي انت تبينه. ولازم دائما تتابعين في القانون وما تتنازلين ابدا، الا اذا في حاله انت تبي تربطين التنازل بمكافاه للطفل نفسه. اما ان انت تتنازلين مجرد ان انت مثلا تمللتي ولا خاطري ولا خلاص لا خلاص اندروني مثلا في سياره بعطيهم الايباد بيسكتون عني، لا يعني خلني شوي صارمي عشان هم اصلا بنفسهم. يعني قلت لك شوي تجارب صارت حوالي، يعني انا عندي واحده من الامهات انه حطت التلفزيون قالت لهم كلكم تتابعون، كلكم عندها 5 اولاد فكل واحد يحب يوتيوبر، فقالت لكم قالت لهم كلكم لكم مره واحده تشوفون التلفزيون. حلو، طيب خلينا نشوف على موضوع هوس الشهره. هل فعلا يعني في هوس شهره اصبح لدى الاطفال اليوم؟ مو بالكل ترى، انا اتوقع ان القيم اكثر عندنا في قطر، يعني بالتحديد ان احنا دائما نكون مع عيالنا، فتحسين ان شواذ من الاطفال اللي عندهم مثلا ميول ما في شهره في شيء مختلف. اما الاغلبيه يكون عندهم مثلا
حابس في الشهرة في شيء، يعني مثلا على سبيل المثال يبي يطلعون شيء رياضي، يبي يطلعون مثلا مع صقارين، يعني بيتميز بشيء مواهبهم. أما أن يكون عندنا يعني في قطر يعني حد في شرط بشيء معين لا. بس في هوس يعني محتاج أنه تركيز أكثر. لو كنا مثلا لو على سبيل المثال عندي طفل عنده هوس أنه هو مثلا حسيت أنه فكرة شوي رايح إن على اتجاه غير سوي، أنا أروح أرجع مرة ثانية وأركز معه، أقول له أنت شو تحب مثلا، أحاول أعرف هو شو يحب، الرسم، يحب القراءة، يحب مثلا أي شيء هو يحبه، فأخليه يتابع الشيء اللي يحبه، وأقول له أنت لو قدرت تمثل يعني حسيت نفسك إن أنت قادر، خلني أنا معك في هالوقت عشان أنا أكون معك، يعني أوجهك حق الطريق أسوي، وما تكون يعني عشان ما أنت تنجرف مثل غيرك، لازم أخلي أعطي أمثلة قدامه يعرف أن هذا صح وهذا خطأ. يعني أستثمر في مواهبه وأنميها وأطورها. طيب مثلا ما أمنع لأن المنع ترى راح يخليه هو يسوي شيء، فلازم أبين أن أنت معه أنا معه. طيب في ختام حوارنا سعيدة، لو في مثلا أقول لك نصيحة ذهبية للأمهات تحديدا حول هذا الموضوع، شنو ممكن نقول لهم؟ صراحة أنا يعني أوجه رسالة حق كل أم أن هي لازم تخصص وقت تقعد فيه مع أولادها، ولازم تحط ببالها أن طفلي مستحيل يسوي أي شيء من غير ما أعطيه الحب. طفل لما بوصل له رسالة لازم أوصل له الرسالة بحب، لأن إذا ما وصلتها بحب ما راح توصل رسالة واضحة، بالذات أنه هو طفل ما عنده يعني مشاعر ثانية، فأي شيء أوصل له أي فكرة بوصل له إياها لازم أوصلها بحب، لازم أوصلها باستشعار من داخل عشان الطفل يتقبلها، غير ذلك ما يقدر يتقبل ولا أي شيء، وعشان نقدر نلم على أسرتنا يكون بيننا تواصل. نعم، وغير ذلك يعني فعلا يعني تعقب على كلامك أنه لو أتيحت له الفرصة في وقت آخر ممكن يسوي الشيء لأنه سوى غصبا عنه. صح. شكرا لك سعيدة المهندي مدرب تنمية بشرية على هذا الحضور والتواجد، يعطيك العافية. إذا مشاهدينا ومستمعينا الكرام، وفي إطار الاهتمام بالطلاب نظمت وزارة البلدية ممثلة في بلدية الضعاين كرنفال صحتي في وجبتي لتوعية طلاب المدارس بسلامة الأغذية. تحت شعار صحتي في وجبتي، نظمت وزارة البلدية ممثلة ببلدية الضعاين فعاليات مهرجان التوعية الغذائية الصحية لطلاب وطالبات المدارس، وذلك بالتعاون مع إيكيا ومشاركة موظفي قسم الرقابة الصحية وعدد من مسؤولي الوزارة وموظفيها. نتواجد اليوم في كرنفال صحتي في وجبتي، حيث يتواجد معنا عدد من مدارس وأبنائنا الطلاب بالتنسيق بين آيكيا وفريق التوعية ببلدية الضعاين، حيث تهدف الفعالية بكيفية اختيار السلال الغذائية الصحية لأبنائنا الطلاب، والهدف من تواجدنا سنويا هنا هو تعليمهم وتثقيفهم من حيث المنشأ، حيث يوجد معنا عدد من الفعاليات المصاحبة لأطفالنا الطلاب. راشد مبارك البريد الهاجري، أنا اليوم جايك يا منا عشان فعالية صحتي في وجبتي، حبيت أشارك وشاركت وتعلمت منها أشياء كثير جدا، مثلا عن البروتينات والفيتامينات. الفيتامينات بناء الأنسجة التالفة ومساعدة على النمو ومحافظة على خلايا الجسم ومساعدة على النمو العظام. وذا اسمي عبد العزيز علي من مدرسة الأندلس الابتدائية البنين، احنا في كرنفال صحتي في وجبتي، وتعلمنا اليوم ان الوجبات الصحية مفيدة للإنسان وجسم الإنسان، وتعلمنا عن مشتقات الحليب واللحوم والفيتامينات والكربوهيدرات والبروتين، وننصح بكم الالتزام بالوجبات الصحية والابتعاد عن الوجبات المضرة بالصحة. معكم محمد جرال المري، واليوم حبيت أشارك في صحتي في وجبتي، وتعلمنا على الأكلات الصحية على جسم الإنسان، وتعلمنا عن خلايا الجسم، بروتينات خلايا الجسم وطاقة الجسم، وتعلمنا أن نبعد من الأكلات غير الصحية. من جهتها رحبت إيكيا باستضافة الكرنفال والتعاون مع بلدية الضعاين في توعية تلاميذ المدارس حول سلامة الأغذية.
والآن نترككم مشاهدينا ومستمعينا الكرام مع بعض القرارات التي حدثت في مثل هذا اليوم، ولنعود بعد الفاصل. حدث في مثل هذا اليوم 13 من سبتمبر أيلول. في مثل هذا اليوم من عام 1886 ولد عالم الكيمياء العضوية روبرت روبنسون الحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء، الذي اكتشف تركيب كثير من المواد الطبيعية المهمة بما في ذلك الأصباغ وأشباه القلويات، كما طور طرق إنتاج صناعية لعدد كبير من هذه المواد. وفي مثله من عام 1598 توفي ملك إسبانيا فيليب الثاني، الذي عمل على تعزيز مكانة إسبانيا السياسية والعسكرية، وفي عهده أصبحت إسبانيا من أقوى دول العالم. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، وصلنا معاكم إلى فقرة التواصل الاجتماعي. سؤال اليوم: كيف تستطيع تجنب الإعلانات الموجهة في الإنترنت؟ خلونا نشوف المشاركات. المشاركة الأولى: من خلال حظر الإعلانات غير المرغوب فيها، أيضا إيقاف الإعلانات المنبثقة من جوجل كروم، أيضا انقر على مفتاح التبديل بجانب تخصيص الإعلانات لإيقافه. هذه كانت المشاركة الثانية والأخيرة. يمكن في وايد يعني حتى اليوم مواقع في الإنترنت توضح لنا شلون نتعامل مع الإعلانات، أو أن مثلا في اشتراك مبلغ مالي بسيط، لكن يمكن أبسط الأمور نسويها أن نسوي سكيب، يعني ننظر ونسوي سكيب على الإعلان. خلونا نروح مشاهدينا ومستمعينا الكرام لموضوع آخر، حيث نظمت جامعة قطر ندوة لعرض نتائج مشروع بحثي بعنوان الإعلام الرقمي الشباب والهوية الوطنية في دولة قطر. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. بتنظيم من قطاع اللغات والإعلام والترجمة في كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر، تأتي هذه الندوة لعرض نتائج مشروع بحثي بعنوان الإعلام الرقمي الشباب والهوية الوطنية في دولة قطر. ويهدف هذا البحث الممول من قبل الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي إلى دراسة استخدامات الشباب القطري لشبكات التواصل الاجتماعي ودورها في صناعة الأفكار والرؤى حول الثقافة والانتماء الوطني. هذه الندوة تعتبر من المخرجات المهمة لمشروع البحث القائم على معرفة استخدامات الشباب القطري للسوشيال ميديا وتأثير ذلك على تشكيل الهوية الوطنية القطرية. فهذه الندوة راح تعطي مناقشات مختلفة بصدد هذا الموضوع مع وجود العديد من الأكاديميين والإعلاميين المختلفين. السؤال المهم، إحنا ليش اخترنا هذا الموضوع؟ أولا نجد أن وسائل التواصل الاجتماعي تم استخدامها في دولة قطر بشكل كبير ولدى فئة الشباب بشكل خاص، فبالتالي كنا نبي نعرف ماذا يفعل الشباب في هذا الفضاء، ولماذا يقوم بقضاء معظم وقته في السوشيال ميديا. ويسعى هذا العمل البحثي إلى تحليل اتجاهات استخدامات منصات التواصل الاجتماعي وأهميتها في تشكيل المواقف والسلوكيات المتعلقة بالهوية الوطنية والثقافة. كما يهدف المشروع البحثي إلى استكشاف مدى تمثيل هذه المنصات لمساحات مهمة للنقاش حول مفاهيم مثل الثقافة والهوية الوطنية والمصير المشترك. أيضا في موضوع الإنترنت، يشتكي العديد من مستخدمي الإنترنت من اختراقات الخصوصية وأحيانا التدخل أيضا في الموقع الجيوغرافي، وأحيانا إرسال روابط قد تضر بتطبيقات الهاتف المثبتة في النظام الأساسي. المزيد حول ذلك، يسرنا أن نستضيف المهندسة إيمان الحمد، خبير في مجال تكنولوجيا المعلومات. صباح الخير يا إيمان. صبحك الله بالنور والسرور أختي. إيمان، سألنا المشاهدين عن أن شلون يقدرون يتجنبون الإعلانات في الإنترنت،
فأكيد في البداية راح أسألك هالموضوع بما أن عندك خبرة في مجال التكنولوجيا المعلومات. طبعا اليوم احنا نشوف بما ان الانترنت صار يعني جزء من حياتنا احنا كلنا كاشخاص صرنا نعتمد عليه في حياتنا بشكل كبير، فصرنا نسمع كثير من الناس يتعرضون لمشاكل وتحديات في عالم الانترنت، مثل ان جوالاتهم والله تخترق، يشوفون اشياء قريبه في جوالاتهم، توصلهم وسائل قريبه، اتصالات قريبه، فهاي تحديات وايد تعرض لها الأشخاص. فعشان إحنا نواجه التحديات لازم إحنا كأشخاص نزيد وعينا شلون إحنا نتعامل مع هذه الأشياء، شلون إحنا نكون يعني شلون إحنا نزيد وعينا في إدراك هذه الأمور، شلون إحنا نتعامل معها في حالنا مثلاً اخترق حسابنا في السناب شات ولا في الانستغرام ولا في أحد الوسائل الأخرى. فالوعي مهم جداً. أسهل طريقة إني أتجنب الإعلانات؟ أسهل طريقة أن تجنب الإعلانات إن يعني إذا طلع لي الإعلان في الصفحة وأنا أتصفح على سبيل المثال أني أنا ما أضغط على الإعلان، لأن لما أضغط على الإعلان ممكن أن يكون هذا الإعلان أصلاً فيه نقول فيه برمجيات خبيثة أو برمجيات ضارة. لو ضغطت على الإعلان أنا كمستخدم ممكن هذا البرنامج الضار ينزل على جهازي، فالأفضل أني أنا ما أضغط على الإعلان. أسوي لسكب. نعم. طيب خلينا نتكلم عن خاصية الأمان، يعني اليوم موضوع الأمان جدا مهم. أحيانا الإنسان ممكن يشارك أي شيء سواء على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لكن هذه خلاص ما عاد فيها خصوصية. خلينا نتكلم شلون يعني الإنسان يقدر يشارك هالشيء لكن في نفس الوقت عنده خاصية الأمان. لما نجي نتكلم عن أمان أو أمان الأشخاص في تعاملهم على الإنترنت والوسائل الرقمية الثانية، إحنا نتكلم عن جانبين. أول جانب اللي هو شنو نوعية البيانات اللي أنت تشاركها مع الناس أو مع الآخرين. يعني لو حد تواصل معك حاول إنه يأخذ منك معلومات مثلاً حول مثلاً بطاقتك الشخصية أو معلومات بنكية أو أي معلومات ثانية أو مكان عملك، أرقام معينة، فإحنا قبل لا نشارك هذه المعلومة مع أي طرف لازم نكون عارفين ليش احنا بنشارك هذه المعلومة. يعني ممكن احيانا تينا اتصالات انها هي من جهة رسمية على سبيل المثال، فاكثر الجهات ما تتصل وتطلب منا هذه المعلومات، فلازم نتأكد قبل لا نزودهم بهذه المعلومات. اذا الجانب الثاني احنا نتكلم فيه من جانب الخصوصية، ان احنا شلون نأمن جهازنا اللي احنا نتعامل فيه في الوسائل الرقمية، ان احنا مثلا نستخدم خاصية التحقق الثنائي، نستخدم التصفح الآمن في حال تصفحنا للإنترنت، يعني نمارس هذه الممارسات اللي تساعد في زيادة الخصوصية حق تعاملاتنا الإلكترونية. نعم، حتى موضوع اللي هو مشاركة الموقع اللي ذكرناه في المقدمة اللي هو الجيوغرافي، فعلا يعني ترى احنا احيانا ممكن ننزل صور او ناخذ صور وهي تنزل اساسا مثلا تنزل عندك في جوجل. ترى الموقف صار لي شخصيا، يعني والله مره كنت مصوره صور عاديه يعني ماخذه يعني بعض الملاحظات فصورت، اتفاجئ عقب ان في شيء اتوقع في جوجل مشاركه المنشورات او الصور، فما كنت اعرف، بس يوم طلعت لي الصوره بعدين يعني سويت سيرش عرفت. فهاي شلون يعني وايد مهم هالنقطه، وايد مهمه هالنقطه. لازم احنا نكون واعيين كافراد ان اي شيء راح نحطه على الانترنت هو راح يظل موجود في الانترنت للابد، حتى لو مسحناه من حسابنا الشخصي. يعني مثلا ممكن في ناس يقولون والله حسابي في الانستغرام برايفت ما حد يشوف صوري. لا، للاسف حتى لو الحساب برايفت او حساب خاص بامكان الناس اللي يعني عندهم مهارات معينه انهم يوصلون حق الصور الموجوده في هذه الحسابات. ايضا يعني لما يدخلون على الصور ممكن يعرفون تفاصيل دقيقه عنك انت كشخص، يعني وين كنت وقت اللي اخذت الصوره، شنو نوع الجهاز اللي انت اخذت منه الصوره ومعلومات ثانيه. فاحنا لازم نكون يعني منتبهين حق الصور نحطها في المواقع او الاشياء اللي احنا نشاركها في اي وسائل رقميه ثانيه. ايضا لما نجي على التطبيق بحد ذاته، في اغلب التطبيقات اللي تطلب انها تدخل على موقعك لازم ان احنا نشوف هل فعلا هذا التطبيق يعني من نقول الخصائص الاساسيه اللي يحتاجها لتشغيل التطبيق انه يدخل على الموقع ولا لا. مثل توصيل الاكل. نعم، اذا كان من الاشياء الاساسيه اللي يحتاج عشان يشتغل التطبيق انه يوصل لموقعنا، نعم، نعطي صلاحيه انه هو يوصل للموقع. لكن اذا ما كان جزء اساسي من تشغيل التطبيق انه يوصل للموقع، فالافضل ان احنا ما نسمح له بالوصول الى موقعنا. نعم. طيب بالنسبة لبعض الإعلانات اللي تظهر يعني بدون تحكم المستخدم ممكن تنزل في التقويم؟ نعم،
كثير من الناس ممكن تعرضوا حق مثل هذه الحادثة، إن فجأة يحصلون إن التقويم عندهم متوس ببعض أو متوس بالتنبيهات اللي جايتهم، فهذا يسمى بفيروس التقويم، وهو يعني فيروس يستهدف الأفراد بشكل عام، يوصل حق جهاز الفرد عن طريق إنه والله الشخص ضغط على لينك أو دخل على موقع يعني فيه أصلا برمجيات خبيثة، فهذا اللي إحنا نشوفه في التقويم أو التنبيهات اللي تطلع لنا، التنبيهات هذه المزعجة اللي تظهر في التقويم هي عبارة عن فيروس، وفي إمكانيات إن إحنا لما نشوفه إن إحنا نزيل هذا الفيروس من التقويم عن طريق إن إحنا أروح على تحت، لما نفتح التقويم في عندنا شيء اسمه كالندرز أو التقويمات، بنشوف عندنا الرابط أو الموقع المشبوه اللي إحنا أصلاً مش حاطينه، ونقدر من هذه الطريقة نحن نزيله أو نقدر نزيله عن طريق الإعدادات. بس إيمان في التقويم تطلع إعلانات ولا شنو يطلع؟ هي مش إعلانات، لكن لما إحنا يوصل حق التقويم عن طريق إحنا والله فتحنا رابط أو إحنا ضغطنا الإعلان بالغلط، ففي التقويم نفسه نشوف إنه يعني في مثلاً في الأيام يظهر لنا تنبيهات معينة، مثلاً حدث حسابك أو إنه والله جهازك مخترق أو إعلانات أو يعطيك بعض التنبيهات، فهي إشعارات معينة تظهر لنا وتكون يعني في أغلب الأيام نشوفها متواجدة، فبهالطريقة الشخص يقدر يعرف أن جهازه فيه فيروس التقويم. نعم إيمان، خليني أختب معاك، يعني أنت ذكرتي كلمة أن اليوم أنه حتى لو حسابك خاص ما عاد في شيء خاص اليوم في الإنترنت، وبعد على الجانب الآخر ما يصير ما نستخدم المنصات، فشنو الطريقة المثلى لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي ونشر المنشورات من خلالها؟ طبعا وسائل التواصل الاجتماعي اليوم هي سلاح ذو حدين، فاحنا لما نجينا بنحط اي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي لازم اول شيء نفكر لو هذه المعلومه او هذه الصوره او هذا نقول هذا الماده حطيناها على وسائل التواصل الاجتماعي لو وصل لها اي شخص، هل احنا بنكون يعني قاضين ان الناس يوصلون حق هذا الشيء ولا لا؟ اذا كنا ما نبي حد يوصل له فنتجنب ان احنا نحطه على وسائل التواصل الاجتماعي. اذا احنا كان عندنا عادي ان الناس يعرفون عنا، يعرفون يعني اشياء عن اشياء العامه، بامكاننا احنا نحطها ويعني نستفيد من هذه الوسائل الرقميه اللي اليوم موجوده عشان هي تقدم لنا الفائده بشكل كبير، لكن احنا لازم نعرف شلون نستخدمها استخدامها الصحيح. نعم، اذا المعيار هو يكون عند الانسان نفسه. نعم، الانسان نفسه يحدد. نعم، شكرا لك المهندسه ايمان الحمد خبير في مجال تكنولوجيا المعلومات على هذه النصائح. شكرا. إذا مشاهدينا ومستمعينا الكرام وصلنا معاكم نهاية حلقتنا اليوم، نشكركم على حسن المتابعة وأيضا تفاعلكم مع سؤال حلقتنا، سؤال حلقة بكرة، ما الذي تشاركه عادة على شبكات التواصل الاجتماعي؟ نشوفكم بكرة على خير في موضوعات وفقرات متنوعة من برنامج الصباح رباح، مع السلامة.